هذا اكيد رؤوف جاي ياخذني. مرحبا مال. اهلين نضال. كيفك رضوى؟ اهلين يا هلا الحمد لله. كتر خيرك على السؤال. كيفك رؤوف؟ منيح. تفضلوا تفضل ابو سامر. لا ما في شيء، بس هيك كنت طارق من هون، قلت بطريقي بقول له لعندكم وبجيب لكم شو طلع من المحل خلال 6 اشهر الماضيين. شرفي رضوى خانم، تاخرنا. يا تقبرني الله. تفضل. وجه الكلام لي لو سمحت. ضب مصاريك، ما بدنا منهم شيء. خلصنا رؤوف، الزلمه كتر خيره. لا معلش ولو، هذا واجبنا. يا حبيبي وعم بحضر فيلم عربي بطولة رشدي أباظة. خلصيني خانم انك رحت عن المدرسة. يلا تعالوا يلا. خبرك قبلني خبرك. رضوى طلعتي لي خلاقي. ها انا مو معقول، انت بتعرفي هذا الرجال ما بطيقه، ما بطيق الارض اللي بيمشي عليها، وحضرتك قاعد عم تطقي حنك معه. ان شاء الله بتقبرني. لساتك بتغار علي؟ لسا بتقلي بتغار. اختك وما في مين يشكمها، دايرة على هوا شعرها مثل ما بدها، بس انا وراكي جوزك مثل ما بدنا نحكي. هلا نكبر بالحكي. طول بالك، والله ما بدك لها العصبيه، يعني الزلمه رفيق اخي وجايب لنا ارباح المصاري اللي عم يشغل لنا اياها. شو فيها؟ بعدين لا تنسى والله انت حكيته بنشافه كثير. بنشافه؟ شو بدك يعني احكي معه؟ بس اسالك هاي مصاري ملوته ما بدي ادعي انا. لا يا رؤوف، والله حرام عليك هالحكي. حرام علي دخل المصاري ملوته لبيتي؟ ما بتعرف هي اموال تهريب؟ رايح انا عندي شغل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.